حبايبي. كل يا يحيى كل يا حور. ايه ده؟ هو ده بس الاكل؟ احنا كده مش هنشبع. معلش يا حبيبي، مسح زور بس على الصبح. تاخد مربى يا حبيبي؟ ناوليني المربى يا عمي، بس لو مربى التين يا ريت. لا مفيش غير فراوله وخوخ. ذوقهم زباله حتى في الاكل. معلش بقى، ناوليني اي حاجه وخلاص. اديله الحلاوه دي يا يحيى بسرعه. كل يا قلبي. اه طبق الحلاوه ده يا حبيب قلبي. كل يا روحي. حطه هنا جنب طبق علبه اللبن الجميله دي. صباح الخير يا جماعه. انتوا بتعملوا ايه؟ النوش، صباح النور يا حبيبتي. عامله ايه؟ هنكون بنعمل ايه؟ بنفطر طبعا. معقوله يا كاميليا؟ معقوله يا حبيبتي تبعتوا تجيبوا اكل من بره يا روحي وانا الاكل مالي التلاجه يا كاميليا؟ فطار ايه بس يا انجي؟ فطار ايه؟ احنا برضو نجرحك ونحرجك ونجيب فطار من بره؟ لا طبعا، دول شويه الاكل اللي كانوا عندك في التلاجه يعني. ها ولا انا كله؟ معقوله خدتوا كل خزين البيت بتفطروا بيه؟ خزينه يا انجي؟ ده هم شويه جبن على شويه بيض على كام علبه لبن على كام علبه مربى، حاجه شق ريق كده. شق ريق؟ ايه ده؟ ايه ده؟ علبه اللبن دي بتاعت عمر؟ اه ما انا عارف، قريت عليها انها مخصصه للاطفال. ولما انت قريت انها مخصصه للاطفال بتشربها ليه؟ افطر الواد المسكين ده ايه دلوقتي؟ اقصى عليكي، مش شايفاه بيبي فيش؟ بيبي 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 بيبي. هعمل ايه يا انجي؟ فتحت التلاجه لقيت اللبن الموجود فيها مش هيكفينا، قلت اخد علبه اللبن بتاعت عمر واكله لبن. يا سلام، وانا افطر البيبي الغلبان ايه ده دلوقتي؟ اعملوا له سندوتش لانشو، ولا اقول لك كلمي الصيدليه تجيب لك علبه لبن بدالها، بسيطه اهي. انتوا في ده؟ بتقولي حاجه يا انجي؟ لا يا حبيبتي، بقول الف هنا وشفا. مطرح ما يسر يهري، كله كويس يا عليكي انت وجوزك وولادك يا روحي. ايه ده؟ دي بجاحتي. التيشيرت دي بتاعت علي جوزي. هتاكل من عليا حته صح؟ اه هتاكلك. بس احنا بصراحة بقى كنا جايين تعبانين قوي قوي امبارح، كسلنا نفتح الشنط، قلنا يعني ناخد حاجة من حاجتكم. ليه يا حبيبتي تكسلي ليه؟ كنت قولي لي وانا ساعدك افتح معاكي الشنط بدل ما تلبسي حاجة مش جاية على جلدك. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبايب مامي. مامي ما تعملي لنا فطار على بال ما نلبس عشان نروح المدرسة. معلش يا حبيبتي الفطار بح خلاص، هبقى اديكي فلوس تبقي تشتري أي حاجة تفطري بيها من المدرسة. مدرسة إيه يا إنجي؟ الساعة بقت 10. يا نهار أسود، الساعة 10؟ المنبه ما ضربش؟ لا ضرب، بس أنا قفلته. لقيته لخمني شوية وأنا بفطر فما عرفتش أركز، قفلته ودشدشته كمان. كسرت المنبه ليه يا حرام عليك؟ وضرب الساعة 6:30؟ وانت قفلت وانت بتاكل؟ يعني بقالك 3 ساعات ونص بتاكل؟ 3 ساعات ونص؟ يا رب يا حسين، يا رب يا حسين تزور وانت بتاكل. حسين حسين، بطلت البطاطس تعبتك يا كمية يا حبيبي. بقول لك ايه يا انجي، هو انت علي هيقعد عند مامته لحد امتى؟ معرفش يا كاميليا، بتسالي ليه؟ اصلا بصراحه يا انجي ما بحبش اقعد في البيت متكتفه باللبس ده، احب يعني كده اقعد على راحتي. تقعدي على راحتك؟ اه يا كاميليا، اذا كنت انا صاحبه البيت ومش قاعده على راحتي تقومي انت؟ عايز تقعدي على راحتك؟ ايه يا انجي؟ ايه يا انجي يا حبيبتي؟ في ايه يا روحي؟ انت جوزك مش موجود انما انا جوزي موجود. ايوه يا كاميليا، بس علي ممكن يفتح الباب في اي لحظه ويدخل. يا نهار اسود يا نهار اسود، انت اتجننتي يا انجي؟ علي معاه نسخه مفتاح الشقه؟ ايوه تخيلي تخيلي، ده معاه نسخة مفتاح الشقة اللي هو عايش فيها اللي هي بتاعته. لا 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 يا انجي، ما ينفعش الكلام ده خالص. بقولك ايه، انت تاخدي منه المفتاح. اه يا حلاوة، يعني انت عايزاني اروح لجوزي واقول له اديني نسخة المفتاح علشان اديها لجوز كاميليا علشان كاميليا تقعد براحتها يا علي؟ لا يا انجي انت اتجننتي، انت غريبة قوي يا انجي، ما ينفعش تروحي تقولي كده لعلي. انا بصراحة اتكسر. لا وشي كسوفة قوي، امال اقول له ايه؟ بصي انت ما تقولهوش حاجه، احلى حاجه تسليتي منه. اسليته منه؟ انت بقيتي اوفر قوي يا كاميليا، اوفر في طلباتك وفي كل حاجه. انا اتخنقت. اقصى عليك يا انجي، خنقتك؟
حرام عليك يا انجي. لا لا بجد زعلتيني، ده انا حتى لسه ما فتحتش شنطتي، ده انا ما لحقتش اقعد عندك يوم. لا يا انجي انا هاخد بعضي وامشي، هو الانسان ايه يعني غير شويه كرامه؟ همشي يا انجي همشي، ولو جرى لي حاجه انا ولا ولادي ولا جوزي ذنب في رقبتك. لا يا انجي زعلتني منك. خلاص بقى خلاص بقى يا كاميليا، خلاص خلاص صعبتي عليا، خلاص خلاص انا لو منك امشي، والانسان ايه غير شويه كرامه؟ امشي يا كاميليا امشي. ايه يا انجي؟ بهزر معاكي بهزر معاكي يا كاميليا. خلاص خلاص حبيبتي هشوف موضوع المفتاح. حاضر حسلته منه. طب الاقيش بقى عندك حاجه قط؟ عندي كومبينيزون مقور اديهولك اهو. احسبيها بايدك. ماشي اهو، 50 زائد 50 يساوي 700. 700 ايه؟ 100 اهي قدام عينك اهي، 100. هي دي واحد ولا سبعه؟ دي 15. عرفت بقى ان انت اللي غلطان؟ ايوه انا اسف، حقك عليا انا اسف. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام. يا مساء الهنا والفل. يا مساء السعاده والجوده والجمال والحلاوه كلها، طلبات كل يوم. يا بنت ساعديني. لا عايزه كل حاجه اختها لا توجذر زي بعض. الطقطقين عينيا. لا يا اختي، هو انتوا جالكوا ضيوف تاني ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، هما نفسهم، هما بس ما يعرفوش غير حاجتين، باب التلاجة وباب الحمام. يملوا ويفضوا، يملوا ويفضوا، يملوا ويفضوا. وانا والعيال يعني محتاسين مش لاقيين حاجة ناكلها، يعني قلت نزود شوية يمكن نلحق لقمة ولا لحسن جبنة. اخي لا 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 بجد الله يكون في عونك يا حبيبتي، والله صعبتي عليا قوي. ربنا ربنا يزود لك ضيوفك كمان وكمان. في ايه يا شعبان؟ انت كده مش بتدعي لي، انت بتدعي عليا. انا لا ده ولا ده، انا بدعي لنفسي انا وايبه حبيبتي. انت وايبه حبيبتك ازاي بقى ان شاء الله؟ علشان كل ما ضيوفك تزيد وتكتر، كل ما الدرج ده يتملي فلوس. اكوام 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 اكوام، وده كمان، وده اكوام 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 اكوام، وده كمان اكوام اكوام، ونبقى اغنياء اكتر ما احنا اغنياء. كوام كوام تهزي. معلش يا شعبان معيش كاش. اتفضل. بقول لك كوام كوام ايه دي؟ ادي ايه دي؟ الفيسا. خدي حبيبتي دخلي الباسورد. ادخل الباسورد؟ هنا؟ للفيسا؟ طبعا. مثقفة طول عمرك يا هبة. سلام. خدي. هنا؟ الو؟ ايه وصل؟ قال لك وصل؟ وصل. سحبت؟ سحبت. ماشي هاتي يا حبيبتي. انت متاكده ان الفلوس جت؟ ايوه استنى اتفضلي ادي الريسيتو. سلام. طيب ريسيتو بالعافيه بقى. يا ريت تخلي مغاوري يطلع لي الحاجه على فوق. ماشي بس كده هزود اكسبنسز انشورنس. ايه يا حبيبتي؟ هزود المصاريف يعني. انت بتفهمش انجليزي ولا ايه؟ لا حاضر طبعا. مش على الفيسا؟ طبعا. بصي اصل انا بصراحه لقيت الباسورد. لا براحتك خالص، زودي اللي انت عايزاه. ماشي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت متاكده ان الفلوس جات لنا؟ طبعا يا ابني، دي خلاص دخلت على 0900 حبيب قلبي بيبو. بس بقول لك ايه؟ لا انا مش عايزه اعرف، انا عايزه اقول لك انت على حاجه. المكتب ده له حرمه. ازاي تقولي لها تدخل وتقعد من غير ما تستاذنيني؟